موضوع مثلا الصحة، وانا كلمت حضراتكم امبارح في عجالة على انه امبارح بدأت المرحلة الاولى من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل تحديدا في محافظة بورسعيد اللي هي بيتم تطبيق المرحلة الاولى فيها. وقلت لكم انه لولا ان بقى في موارد عند الدولة تستطيع انها تطور بها المستشفيات وتطور بها من حال الاطباء والبنية التحتية للمستشفيات من اسرة بقى واجهزة و و و و ما كنا استطعنا ان احنا نبدأ هذا النظام. وطبعا هذا النظام فيه ان القادر هيدفع نسبة من دخله علشان هو يتعالج، هو مش بس بيعملها عشان الفقير، عشان هو يتعالج وكمان الفقير غير القادر يتعالج. وهو ده التكافل الاجتماعي في ابسط واحلى صوره. الصحة، وانا كنت بقول هذا الكلام من يوم ما مسكت مايك وقعدت قدام شاشة في قناة النيل الاخبار وبعد كده في البيت بيت، يعني من اكتر من 25 سنة كنت بقول انه في مجالات كثيرة ينفع فيها الاختلاف في الدرجات بتاعت الخدمة. ينفع ان انا اخش الشهر العقاري، وده نفسي اخش الشهر العقاري، الاقي باب للخدمات العامة للمواطنين وفي باب تانية للخدمات المميزة اللي فيها رفاهية، وده يدفع اكتر عشان ياخد الرفاهية اكتر ويشرب له كوباية اسبريسو مع كوباية شاي مش عارف بالياسمين مع مش عارف ايه مع كذا وهو قاعد على فوتيه، والتاني ياخد خدمة كويسة بس من غير الاسبريسو ومن غير الشاي مش عارف ايه وهو قاعد محترم برضو، وده ياخد الخدمة وده ياخد الخدمة، بس الفرق هيروح لصالح تحسين خدمة غير القادرين. ففي حاجات كتير ينفع فيها الاختلاف في الدرجات الا الصحة. ما ينفعش الصحة يبقى فيها اختلاف في درجات خدمة الصحة بناء على مستواي المادي. لو انا ميسور الحال وغالي اخد خدمات صحية كويسة، ولو انا فقير وغلبان ما لاقيش خدمات صحية واموت بسبب فقري. طبعا الاعمار بيد الله، بس احنا رعاة. رعاة يعني ايه؟ كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، او كل راع مسؤول عن رعيته. ففي الصحة لازم الكل ياخد نفس القدر ونفس الخدمات ونفس الجودة في الخدمة الصحية بغض النظر عن مستواه الاجتماعي او بغض النظر عن قدرته المالية. وهو دي او هي دي فلسفة مشروع التأمين الصحي الشامل، ان القادر هيدفع عشان يتعالج هو كويس قوي واسرته، وكمان الفقير غير القادر يتعالج كويس قوي هو واسرته. مساء الخير يا دكتور حماد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. ازاي معاليك يا فندم؟ بشكر حضرتك يا فندم على الانترو ده يا فندم. حضرتك يعني اجازتي يا فندم في حضرتك والانترو بتاع حضرتك. فعلا يا فندم احنا بنخاطب منظومه توحيد تقديم الخدمه في جميع المنشات التابعه عليها يا فندم، منظومه التامين الصحي الشامل. مظبوط. واعتقد انه اللي انا قلته ده يا دكتور هو يعني الفلسفة اللي حضراتكم اتبعتوها في وضع المشروع وتطبيقه، هي فكرة توحيد مستوى الخدمة مع رفع كفائتها الى اعلى مستوى ممكن. بالضبط يا فندم. خليني اقول لحضرتك وابدأ مع حضرتك من الاول، هي المنظومة زي ما حضرتك تفردت واكيد عن السادة المشاهدين بدأ من خلال مساعدات حضراتكم السادة الاعلاميين بالكامل والسبورت والتوعية اللي حضراتكم عملتوها للمنظومة. المنظومة يا فندم بدأ من خلال القانون سنة 2018 بدأ في شهر يناير، طبعا في ظل قيادة سياسية بتدعم ملف الصحة بالكامل في ظل رؤية مصر 2030 اللي بتقول ان التغطية الصحية الكاملة لجميع المواطنين، في ظل دستور بيحمي او بيدي الحق لجميع المواطنين في الحق في التغطية الصحية بجودة بمعايير جودة محترمة تليق بالمواطن المصري. صحيح. خليني يا فندم اقول لحضرتك زي ما حضرتك اتفرجت، هي في ثلاث اداره الخدمه بيتم اداره المنظومه بتتم من خلال ثلاث هيئات. الهيئات دي، الهيئه الاولى اللي بتقوم بتقديم الخدمه، الهيئه الثانيه اللي بتقوم بدفع تكاليف الخدمه، الهيئه الثالثه اللي زي سعادتك اتفرجت ليها دلوقتي اللي هي بتضمن هيئه الرقابه الاعتماديه التابعه مباشره من سياده الرئيس اللي بتضمن ضمان جوده وتقديم الخدمه بشكل موحد في جميع المنشات التابعه ليها، سواء منشات حكوميه تابعه لوزاره الصحه او اي وزاره من الوزارات او اي هيئه من الهيئات، والمنشات الخاصه لازم تستوفي معايير واشتراطات صدرتها هيئه الاعتماد والرقابه
بالفعل، وبدا كل المنشات عندنا يعني حتى منشات وزاره الصحه احنا شغالين على ان احنا نستوفي جميع الاشتراطات دي عشان نحصل على الابروفال ان احنا نبقى اوريدي نبقى داخل المنظومه. فده فعلا فعلا زي ما حضرتك قلت اتفرجت بيه، احنا بنرعى منظومه بترعى توحيد تقديم الخدمه لجميع الناس بسلاسيه وجميع الناس دون يعني دون شعور ان انا في منشاه معينه، لا انا حاسس ان المنشاه دي احسن من المنشاه، لا تقديم الخدمه هنا مختلف عن، لا بالعكس زي ما حضرتك قلت. دكتور احمد حماد انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله ان شاء الله المشروع في تجربته في مرحلته الاولى ينجح نجاح كبير، وان شاء الله عندما يعمم على كل المحافظات في مراحله المختلفه كمان يصيب قدر كبير من النجاح.